السلام عليكم ورحمة الله. ده الدرس الأول في الكورس بتاعنا إن شاء الله. ده عنوان الفيديو اللي انت بتشوفه حاليا. في الواقع الفيديو ده واللي بعده الاتنين دول تم تصويرهم بعد مرور 3 شهور من تصوير أول فيديو في السلسلة دي، وده علشان أدي لنفسي فرصة أفكر كويس وأرتب المعلومات اللي لازم أوصلها لك في الانترودكشن عشان محدش يتلخبط قدر الإمكان. دي العناوين اللي هنتكلم فيها في الفيديو بتاع النهاردة. في البداية هنعرف ايه هي الامبيدد سيستمز، وبعد كده هنتكلم شوية عن الامبيدد اندستري، وده بفرض ان اللي هيسمع السلسلة دي هو حد حابب يجوين الاندستري دي في يوم من الايام، وهنعرف شوية معلومات مهمة عن الامبيدد سيستمز بشكل عام، وهنتعرف على متطلبات العمل كمهندس امبيدد اللي بتطلبها معظم الشركات، وايه اهم السكيلز اللي لازم تكتسبها وتتأكد انك بتتعلمها او هتتعلمها وانت ماشي في السكة يعني. وفي الاخر خالص هنلقي نظرة على الامبيدد سوفت وير ككونسبت وايه الفرق بينه وبين السوفت وير العادي. ما هي الامبيدد سيستمز؟ ببساطه هي كمبيوترايزد سيستمز بتحتوي على كمبيوترز مخبأة بداخلها بدون ان يكون الفاينل برودكت هو كمبيوتر. ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال عندك مثلا الغساله الاوتوماتيك، دي مش كمبيوتر ولكن بتحتوي بداخلها على كمبيوتر بيظبط السيستم وبيهندل اليو اي او اليوزر انترفيس اللي هم شويه الزراير اللي عندك دول والديسبلاي سكرين دي، وكل الفانكشنز دي بيعملها الكمبيوتر المخبأ بداخل الغساله، والمستخدم العادي مش بيعرف ان ده كمبيوتر، وعشان كده اسمه امبيدد يعني مخبأ او مدفون. المايكرويف برضو مثال تاني على الامبيدد سيستمز. حتى الكمبيوتر بريفرالز او الملحقات بتاعه الكمبيوتر هي اصلا كمبيوترز مستقله بذاتها، يعني السبيكر سيستم فيه كمبيوتر بتاعه، وكذلك الشاشه والطابعه والسكانر والماوس، والكيبورد برضو فيه كمبيوتر داخلي بيعمل سكاننج للكيز وبيشوف ايه المفتاح اللي انت ضغطت عليه وبيبعت الداتا بتاعته للسي بي يو عن طريق كابل يو اس بي. والمستخدم العادي غالبا ما يعتقد ان الكمبيوتر هو الكيسه فقط او البروسيسور اللي في المذر بورد، ولكن الواقع ان مش ده الكمبيوتر الوحيد في البي سي بتاعك. صناعة الامبيدد سيستمز هي قديمة نسبيا، يمكن حصلت فيها طفرات مؤخرا وبدأت تشد ناس كتير، لكن هي مش شيء مستحدث على البشرية. واحد من اوائل السيستمز المشهورة كتطبيق عظيم للامبيدد سيستمز هو ابولو جايدنس كمبيوتر، واللي تم تطويره في MIT، وساعتها كانت الامبيدد كمبيوترز بتصنع باعداد محدودة لاغراض معينة، واول ماس برودكشن او انتاج بكميات ضخمة كان كمبيوتر اسمه اوتوماتكس D17. ده تم تطويره سنة 1961 وكان بيستخدم كجايدنس كمبيوتر لصواريخ حربية، وده شكل الكمبيوتر، وده الصاروخ اللي كان بيتحط فيه كان اسمه مينيتمان ميسل. يعني تقريبا من الستينات وبدات الماس برودكشن وبدات اسعار الامبيدد كمبيوترز تنزل حبتين، وبدات كفاءتها تزيد وتتطور لحد ما ظهرت الانتل 4004 مايكرو بروسيسورز، واللي كانت بتستخدم في الالات الحاسبه ساعتها. هي صحيح ما كانش فيها انترنال ميموري وكانت بتعوز تتوصل باكسترنال ميموري على المذر بورد، الا ان تطوير امبيدد كمبيوترز بانترنال ميموريز لم يستغرق سنوات عديده من بعد كده، وبدا الامبيدد بروفايدرز يملوا الماركت بانواع مختلفه من الكمبيوترز او المايكرو كنترولرز. ومن اشهر الامبيدد بروفايدرز في العالم في الوقت الحالي هم تكساس انسترومنتس، انتل، مايكروتشيب، كوالكوم، ان اكس بي وغيرهم كتير. وطبعا ظهور الاي او تي وتطورات الاي اي وروبوتكس الاخيره، كل ده زود الطلب اكتر على الامبيدد سبلايرز، والماركت كانت ولا زالت وهتفضل تنمو بشكل واضح. الجلوبال امبيدد سيستمز ماركت كان بيقدر ب 140 مليار دولار في 2013، ومتوقع انه يعدي ال 200 مليار دولار بحلول 2020، وعشان كده الفيلد ده يعتبر بروميسنج للغايه. كون ان الامبيدد سيستم هو ابلكيشن سبيسيفيك سيستم، يعني بيتم تصميمه طبقا لمواصفات معينه حسب الديفايس اللي هتحط بداخله، فده سمح ليه انه يدخل في تطبيقات كتيره ومتنوعه زي ما هنشوف حالا. الامبيدد سيستمز بتدخل في صناعه النتوركينج ديفايسز زي الراوترات والسويتشات والفايرولز، والاند ديفايسز زي السيلفونز اللي معانا كلنا. معظم الديفايسز اللي في بيتنا كلنا هي في الواقع امبيدد سيستمز، زي مشغلات الدي في دي والتكييفات والمنبهات الديجيتال والغسالات والتلفزيون والريموت التلفزيون والمايكروويف وكل الديفايسز اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه. العربيات الاوتوماتيك بتاعتنا بتحتوي على عدد كبير من امبيدد سيستمز بداخلها، زي الوايبنج سيستم بتاع المساحات والاضاءه الانترنال والاكسترنال والاوديو سيستم والجي بي اس والالارم بتاع مانع السرقه والاير باج وحركه الشبابيك بتاعه العربيه والفيول انجكشن للانجن بتاع العربيه والباركينج سنسور اللي بيساعدك تركن وغيرهم كتير. في الواقع اللي بيعمل كل ده مش كمبيوتر واحد بس، هما شوية كمبيوترز مع بعض وبتربطهم نتورك واحدة بيشاركوا عليها الداتا والكنترول سيجنالز، وعادة الكوميونيكيشن ما بينهم بيكون عن طريق الكام بروتوكول. زي ما عرفنا من شوية برضو ان البريفرالز بتاعت الكمبيوتر هي كمبيوترز مستقلة بذاتها، وبتربطهم مع بعض شوية باصز او اسلاك عشان ياخدوا او يبعتوا داتا للمين سي بي يو اللي بيكون متوصل معاهم عن طريق المذر بورد. الافيونكس هي مثال برضو للتطبيقات الامبيدد سيستمز، ومصطلح افيونكس ده بيطلق على كل الالكترونكس بتاعت الطائرات عموما. طبعا كل الزراير والانترفيسز والشاشات دي وانظمه الطيار الالي والجي بي اس وبلا بلا بلا، كل ده يعتبر امبيدد سيستمز. وعلى الرغم من ان الطيارين لازم يكونوا شاطرين في اللي هم بيعملوه، الا ان الطائرات فقط هي بتعمل لانش للصاروخ وبتدي له شويه داتا عن التارجت بتاعه، وهو نفسه بيكون فيه امبيدد كمبيوتر بتاعه والرادار والليزر وبيعمل تراجكتوري جينيريشن ويعمل جايدنس لنفسه عشان يصيب الهدف بتاعه.
الامبيدد سيستمز بتدخل في صناعه الاجهزه الطبيه وفي كل المصانع وفي كل المكاتب والشركات. الامبيدد سيستمز في ايدينا 24 ساعه في كل البيوت في كل مكان على سطح الارض وحوالين الارض وعلى سطح القمر والمريخ. ليها سنين بتساعدنا نكتشف العالم اللي حوالينا، وفي شويه منهم في طريقهم لاستكشاف ما هو ابعد من ذلك. بعد كده هنشوف شويه ترمينولوجيز او مصطلحات مهمه لازم تكون عارفها من البدايه، زي مثلا الريلابيليتي. ده مقياس بيعبر عن احتماليه نجاح السيستم في الميشن بتاعته، وكل ما زادت الاحتماليه دي كل ما كان السيستم مور ريلابل. بعد كده الفولت توليرنس، وده بيعبر عن قابليه السيستم لانه يتدارك اي خطا او ايرور حصل اثناء التشغيل. احيانا مثلا بيحصل عندك فريز في الويندوز ابلكيشن وبيدي لك نوت ريسبوندنج ومش بيرضى يتحرك، وبعد ثانيتين مثلا النوت ريسبوندنج دي تختفي ويشتغل زي ما كان بدون ما يظهر لك ايرور. اهو ده برضو نوع من انواع الفولت توليرنس. يعني Fault Tolerance هو انه تحصل مشكلة ما والسيستم يتداركها ويحلها بنفسه بشكل اوتوماتيك. بعد كده Real Time، ده معناه ان السيستم مش بس لازم يعمل Computations ويطلع Results صح، لا ده لازم يطلع Results صح وفي الوقت المناسب كمان، وإلا السيستم كله هينهار ومش هيكون ليه قيمة. تخيل مثلا السيلف درايفنج كار دي كانت ماشية في امان الله، ومرة واحدة كده يطلع ولد صغير من اللاوير ويحاول يعدي السكة. العربية مش المفروض تفرمل وبس، لا العربية المفروض تفرمل قبل ما تخبط الولد ده. هي ممكن تفرمل على فكرة بس بعد ما يكون الولد مات. في الحالتين العربية فرملت، بس الريال تايم ريسبونس هي اللي بتميز الحالة الاولى عن الحالة التانية. بعد كده الفلكسبيليتي، ودي قابلية السيستم لانه يتصلح لما يبوظ لا قدر الله. على سبيل المثال لو كنت مثلا بتبني هيكل من الخشب او الالومنيوم، يستحسن انك تلم القطع دي وتربطها مع بعض بسكروز كده او مسامير، على اساس انه لو باظت منهم قطعة مستقبلا فانت يدوب هتفك المسامير وتبدل القطعة اللي باظت وشكرا على كده. لكن للأسف في ناس ما بتعملش كده وبتلم القطعة مع بعض وبتحط غيرها وبتبرشمهم حرفين، فلما بيحصل دامج بعد كده مش بيكون في فرصة للتصليح بدون اتلاف الاستراكشر نفسه، وبيحصل شبه كده عندنا في البروجرامينج وهتكلم عن ده تفصيلا في وقت لاحق ان شاء الله. المهم بس انك تعرف ان الفلكسبيليتي هي قابلية السيستم لانه يتصلح لما يبوظ. اخر كونسبت معنا هو البورتابيليتي. طيب تعالى نتخيل ان انت والتيم بتاعك في الشركة كنتوا شغالين على بروجكت وبتستخدموا بلاتفورم معين وليكن مثلا ده، ومرة واحدة الشركة قررت ان البلاتفورم ده لازم يتغير وهنستخدم مكانه ده، عشان مثلا الشركة تعمل ابجريد للبرودكت ده او تغير الفيرجن بتاعته او whatever. طيب والكود اللي انتوا كتبتوه وتعبتوا فيه ده كله هيروح فين؟ ايه مصيره؟ هنا بتظهر أهمية البورتابيليتي. طبعا انتوا بتكونوا ظبطتوا الريجستر مابس بتاعتكم والدرايفرز واللو ليفل موديولز وبداتوا تشتغلوا على الهاي ليفل ابلكيشن بتاعكم، فلما بيتغير البلاتفورم كل اللو ليفل موديولز دي مش بيكون ليها لازمه لان هي بتشاور على الريجسترز مش موجوده اساسا فبتتكتب من تاني. لكن الهاي ليفل سوفت وير ده ممكن نحتفظ بيه زي ما هو وبنطلع من العمليه دي باقل خسائر. عشان كده بنعرف البورتابيليتي على ان هي قابليه السيستم لانه يتحرك من بلاتفورم لاخر بسهوله. بعد كده هنشوف ايه دور الامبيدد سيستمز في بعض الادفانسد ابلكيشنز زي دي مثلا. دي الكواد كوبتر بتاعه شركه كوالكوم، الاعلان بتاعها كان نازل 2016. بتعمل 3D trajectory planning و 3D mapping وبتعمل multitasking بشكل اوتوماتيك. وفي كمان الروبوتس بتاعت بوستون داينامكس وده واحد منهم. والدرون دي كمان دي بتلعب كرة بتراقب حركتها وبتجنريت تراجكتوري بتمشي عليه عشان تضرب الكرة، وغيرهم كتير من السوفيستيكيتد سيستمز. السؤال هنا هو ايه دور الامبيدد سيستم وسط كل ده؟ او بصيغة اخرى انا لما اتعلم امبيدد سيستم هعرف اعمل ايه من البروجكت اللي زي كده؟ طيب في الواقع الامبيدد سيستم هو لو ليفل في الهيراركي دي، وانا احب ارسمها هيراركي او هرمية بالشكل ده. يعني احنا اللي بنعمل درايفرز والموديولز بتاعه الاكشويترز اللي هي المواتير والسولونويدز والسيرفوز وغيرهم، واحنا برضو اللي بننترفيس الانواع المختلفه من السنسورز وبنتكلم معاها عن طريق بروتوكولز عشان ناخد منها الداتا ونباص الداتا دي تدخل بعد كده كانبوت للكنترول سيستم او معادلات الكنترول. وان توب او من فوق خالص بيكون فيه الانتليجنت ايجنت او الاي اي، وده الاستراتيجيك بلانر اللي بيحط الخطه الاستراتيجيه اللي المفروض يمشي عليها السيستم عشان نعرف نسميه انتليجنت سيستم. والخطه دي بتكون عباره عن سيت اوف اكشنز او ستيتس معينه لازم يمر بيها السيستم، وبتكون ترانسليتد وديستريبيوتد اوفر تايم. زي كده مثلا الستيتس دي ممكن تكون سرعات او درجات حراره او بوزيشن او whatever. ودور الكنترول سيستم انه دايما يضمن لينا ان الريسبونس بتاع السيستم هو اقرب ما يكون للتارجتس. لو لاحظنا هنا الاوتبوت اللي طالع من الكنترول سيستم هو اللي باللون الاخضر ده، ودايما بيحاول يعمل تراكنج للتارجتس اللي بيكون حاططها الانتليجنت ايجنت اللي في اللاير الاعلى منه.
يعني كورس في الاي اي هيساعدك تتعلم الجوريزمز تطلع خطة للوصول لسوليوشن لمشكلة ما، وكورس في الكنترول سيستم هيساعدك تتعلم ازاي تعمل ماثيماتيكال موديلنج لاي دايناميك سيستم وتضمن ان السيستم دايما هيكون ستيبل والاوتبوت بتاعه بيفضل يعمل تراكنج للانبوت اللي انت عايزه. اما كورس في الامبيدد سيستمز فده اللي هيساعدك تتعلم ازاي توصل اشارات الكنترول دي للاكشويترز وهي تسبب تغيير في حاله السيستم، وهيساعدك تتعلم ازاي تتعامل مع السنسورز وتاخد منها داتا تبصيها بعد كده للكنترول سيستم او وات ايفر. والشيء الانترستنج فعلا هو انه في الواقع الكنترول سيستم والارتفيشال انتليجنس دول اساسا عباره عن سوفت وير في بعض الحالات بيكون ديبلويد او امبلمنتد على نفس الامبيدد بلاتفورم. اخر بوينت في السلايد دي هو موضوع مش بحب اتكلم فيه بس مضطر اتكلم فيه لان الناس كانت ولا زالت وهتفضل بتسال، ولكن قبل اي شيء اي تعميم في اي موضوع دايما خاطئ وكل قاعده ليها شواذ. هتكون بتعافر وشغال مع نفسك في امان الله وهتسمع اسطوانات زي احنا التعليم بتاعنا زي الزفت، مصر طلعت من تقييم مش عارف ايه، المقررات بتاعتنا مش عارف مالها، ده الاطفال في اليابان بتعمل روبوتات والاطفال في امريكا بتعمل سوفت وير مش عارف ماله، وكلام كتير من هذا القبيل محبط وعلى الفاضي. والله لا اقصد التقليل من شان اي حد ابدا، والله الطبيعي ان احنا مش بنسمع عن اطفال بتمارس مهنه زي الطب مثلا او المحاماه او الصيدله، بس بنشوف اطفال بتعمل ابلكيشنز وبتبني روبوت. مهما بلغ العالم حوالينا من التقدم الموضوع عمره ما هيكون بالسخافه دي. ايوه فعلا في مشاكل في بعض المقررات وطريقه التدريس ممكن نتكلم فيها من هنا لبكره، بس ده لا يمنع ان كل ده كلام فاضي. انت بتشتغل في الكليه 5 سنين وشغال مع نفسك سيلف ليرنينج وكورسات، بتطلع تاخد دبلومه مش عارف فين وبتطلع عينيك حرفيا، فركز كويس على الماتيريال اللي في ايديك وفكك من اي كلام تاني. اهتم دايما بالتفاصيل اللي مش كل الناس بتاخد بالها منها لان ده اللي هيخليك شخص مميز في الشغلانه بتاعتك. وعشان تعمل ريال وورلد ابلكيشن ينزل في الماركت فانت عندك هنا حسب الهيراركي بتاعتي على الاقل 3 لايرز امبيدد كنترول واي اي، واصلا الثلاثه دول ما ينفعش تاخدهم لا في اول ولا تاني سنه في الكليه لان الكلام ده بيتطلب بيز معينه من الرياضه، لازم تكون واخد كالكولاس 1 و2 وتاخد شويه ديسكريت ماثيماتكس وشويه لينير الجبرا وشويه اوبتمايزيشن على شويه بروبابيليتي، ولازم طبعا فورير ولابلاس، ولازم طبعا تكون شاطر في السي سي بلس بلس بروجرامينج وحوارات سعادتك يعني. مفيش برودكت حقيقي تطويره بيستغرق شهر او شهرين بالكتير. فرق شاسع بين التطوير والاوتسورسنج. التطوير معروف ده عايز مهندسين وعايز دراسه وعايز رياضه وعايز 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 للصبح، لكن الاوتسورسنج ده سهل نسبيا. نمسك مثلا الروبوتات بتاعت الاطفال، عشان نديهم القدره على الابتكار ونسهل عليهم بناء روبوت فاحنا لازم نخبي عنهم التفاصيل بتاعت الهاردوير من تحت، السنسورز والاكشويترز والامبيدد سيستم عموما، ده بيتم ليه اوتسورسنج. فبالتالي الكودنج بيختزل لشويه بلوكات كده بيرصها الطفل مع نفسه، وفي الاخر ده بيتحول لكود ويشتغل الروبوت بتاعه زي الفل. كده هو عمل ايه؟ كده هو عمل اوتسورسنج للامبيدد سيستم. واحد مثلا مهندس ميكانيكا ملوش اي علاقه بالسوفت وير ولا الكنترول، بس عامل روبوت زي الفل في ميكانيزماته بتاعه 10 على 10، عايز يشوف الروبوت بتاعه شغال، هيعمل ايه؟ لازم يعمل اوتسورسنج للامبيدد والكنترول، فيضطر يستخدم لايبرز بتاعه ناس تانية، ويضطر يستخدم امبيدد بلاتفورم مثلا زي الاردوينو، يستخدم اوبن سورس تولز ناس تانية بنياها وكاتبه الكود بتاعها، وهو بس هيشغل الميثودز او هيشغل الفانكشنز دي فيشوف الروبوت بتاعه شغال، هيشوف الحته اللي هو اشتغلها. يعني هو اشتغل ميكانيكا بس عمل اوتسورسنج للامبيدد والكنترول. واحد مثلا شاطر في الامبيدد سيستمز بس لسه ما اتعلمش الاي اي وعنده فكره سيستم حلو، خلاص قرر ان هو هيبني السيستم ده وهيكتب كل الموديلز بتاعته بنفسه، وبكده هو هيكون اشتغل ديفلوبمنت للامبيدد سيستم. وعمل ايه؟ وعمل اوتسورسنج للاي اي. لازم تكون عارف انت بتعمل ايه، لازم تكون عارف ايه الحته اللي انت بتديفلوب فيها وايه الحته اللي انت بتعمل فيها اوتسورسنج. ما ينفعش يكون كل شغلك اوتسورسنج وانت مش عارف ان انت بتعمل اوتسورسنج اساسا. يعني زمان الاولاد كانت بتركب مكعبات، الاولاد النهارده بتركب روبوتات. عمر التركيب ما كان عيب او شيء سيء، بالعكس انت احيانا في شغلك هتلاقي نفسك بتركب اشياء مع اشياء تانية مش بتاعتك حتى لو شغال ديفلوبر او مطور. العيب فعلا هو انك تكون بتركب وانت مش عارف ان انت بتركب، وفي اخر البروجكت خالص تدعي ان انت اللي عملت كل ده بنفسك، وده اساسا ما حصلش. مهما كان البروجكت ضخم وحاسس ان الموضوع اوفرويلمنج، حاول دايما تميز بين التطوير والتركيب. والدليل ان التركيب مش شيء سيء، عندك على جوجل بلاي والاب ستورز عموما في ابلكيشنز كتير بتكسب فلوس بالهبل رغم ان شغل الديفلوبمنت فيها زيرو حرفيا، هي بس بتكسب فلوس من الفكره. يعني حد عنده فكره حلوه او افتكاسه ممكن تجيب له فلوس اكتر من لو كان اشتغل ديفلوبر، وهياخد فلوس كتير مش عشان كاتب كود عظيم بطريقه ما حصلتش، لا هو هيفضل يكسب بس عشان الفكره، سواء الابلكيشن بتاعه تم تطويره فروم سكراتش او تم تركيبه من اي حته على النت. بس انا كده خلصت كلامي في الحته دي، وان شاء الله مش هتكلم في الموضوع ده تاني، انا ما احبش اتكلم في الموضوع ده اساسا يعني والله. شغلانه الامبيدد سيستمز بتنقسم لقسمين اتنين، امبيدد سوفت وير وامبيدد هارد وير.
لو عملت سيرش بسيط على لينكد ان هتعرف ان الامبيدد سوفت وير هي الاكثر شيوعا واللي عليها طلب اعلى، وده شيء منطقي نسبيا لان عمره ما كانت مشكلتنا في الهاردوير. احنا دايما محدودين بقدرات السوفت وير انجينيرز، وصناعه الهاردوير بتتطلب مستوى معين من الخبره والمهاره، فخلي ده دايما في اعتبارك لو حابب يعني تشتغل في الهاردوير. شويه التوتوريالز او الكورس ده زي باقي كورسات الامبيدد على الشبكه من حيث الاورينتيشن، لاني برضو بركز على الامبيدد سوفت وير. احنا صحيح بنبص على الهاردوير بتاع كل موديول وبنفهم الميكانيكس اللي بيشتغل بيها، ولكن بيكون تركيزنا اكتر على ازاي نكتب سوفت وير عشان يعمل درايف للهاردوير ده ويخليه يشتغل زي ما احنا عايزين. لفيت شويه على الشركات والجوب ديسكريبشنز بتاعه وظائف الامبيدد سيستمز المتاحه، ودي معظم السكيلز الاساسيه اللي لازم تكتسبها عشان تعمل كارير في الفيلد ده. لازم تكون شاطر في السي سي بلس بلس بروجرامنج، لينكس شيل سكريبتنج، مات لاب سكريبتنج، وسيمولينك لو هتشتغل في موديل بيزد كنترول سيستمز، تعرف تطور ديفايس درايفرز او تعمل سوفت وير للكمبيوتر، ارتوس ريال تايم اوبريتنج سيستمز، ودي للاسف مش هشرحها في الكورس ده على الاقل حاليا، كروس ديفلوبمنت، لازم تعرف تعمل موديل ليفل تيستنج، لازم تكون عندك خلفيه قويه في الكوميونيكيشن بروتوكولز زي اليو ارت اس بي اي اي سكوير سي يو اس بي كان بروتوكول، واول ثلاثه دول هشرحهم ان شاء الله خلال الكورس بتاعنا. طبعا مهارات اساسيه في اللغه عشان تعرف تعمل دوكيومنتيشنز كويس، ولازم تكون بتعرف تمسك اي داتا شيت بتاع اي الكترونيك كومبوننت وتطلع منه الداتا اللي انت عايزها عشان تشتغل بيه. ازاي تستخدم لينكد ان بشكل فعال؟ طيب خلينا متفقين ان الكلمتين دول ما لهمش اي علاقه بالكورس، ولكن ضروري تسمعهم في الوقت ده تحديدا لان دي رساله ولازم اوصلها، وبعد كده هنكمل اخر بوينت معنا في الدرس ده ونكون خلصنا ان شاء الله. لينكد ان هي شبكه تواصل سوشيال شبه فيسبوك وتويتر، ولكن دي عشان تعمل عليها بروفيشنال نتورك وتشير عليها كل ما يخص الكارير بتاعك ايا كان الفيلد بتاعك، ويب ديزاين، اندرويد ديفلوبمنت، كمبيوتر ساينس او انجينيرنج او ايفر. على سبيل المثال انا هنا فاتح من الاكونت بتاعي وكتبت embedded systems في السيرش بار، بعد كده بتحدد انت عاوز ايه، عايز جروبات الامبيدد ولا شركات الامبيدد ولا وظائف الامبيدد. انا هنا اخترت بيبل عشان عايز اشوف الناس بتوع الامبيدد سيستمز. مش كده وبس، انت ممكن كمان تحدد اكتر عن طريق الفلترز اللي عندك على اليمين دي. انا هنا حددت الشركه مثلا، انا عايز الناس بتوع الامبيدد سيستمز اللي شغالين في شركه كوالكوم، وبعد كده ابدا ابص في البروفايلات بتاعتهم. انا هنا هختار واحد من دول بشكل عشوائي وليكن مثلا الاخ بتاع سان دييجو، وهفتح البروفايل بتاعه. دي السكيلز بتاعته زي ما احنا شايفين، طبعا سي سي بلس بلس، امبيدد سي، ماتلاب، اس بي اي اي سكوير سي، يو اس بي، كان بروتوكول. لو لسه فاكر معظم السكيلز دي احنا لسه شايفينها من شويه في السلايد اللي فاتت. نلاحظ كمان ان هو طالع من معهد في الهند 4 سنين، والتقدير يا دوب جيد. تحتيه شويه في السيرش ريزلتس في برضو البنت دي شغاله برضو في كوالكوم في سان دييجو، بس دي طالعه من تكساس يونيفرسيتي، الجي بي اي بتاعها كان 3.9 وشويه، وكانت اكاديميك ريسيرشر لمده سنتين. الشاهد في الامر ان حاليا هي وهو شغالين نفس الشغلانه وفي نفس الشركه. طالما انت عارف انت بتعمل ايه كويس فلا تقلق، وان شاء الله في يوم من الايام هتوصل هدفك باذن الله. دي السكيلز بتاعتها، واعتقد برضو نفس الكلام وكده. طيب حضرتك هتعمل ايه حاليا؟ لو مش عامل بروفايل على لينكد ان فلازم تعمله حالا، ما تكسلش. لو كل يوم بتعمل ابديت للستاتس بتاعتك على فيسبوك فحاول تابديت بروفايلك على لينكد ان مره كل شهر مثلا، انضم لجروبات في المجال بتاعك وتفاعل مع الناس هناك، ده هيزود فرصه ان حد منهم يكونكت معاك او يعمل لك ريكومنديشن ويساعدك تلاقي شغل. انا شخصيا استفدت كتير في شغلي من البروفايل بتاعي على لينكد ان، وده رغم ان انا مش اكتف خالص يعني. وافضل وسع في دايره معارفك عن طريق بروبر كونكشنز، وانا كاتبها كده عنوه ليه، يعني انت مثلا طالب في ثانويه عامه او في هندسه وحابب تشتغل في فيلد ليه علاقه بالهندسه، اللي يخليك تضيف دكاتره اطباء يعني عندك على البروفايل الا اذا كان اخوك او والدك مثلا. الفكره في ايه، ان الناس دول كل ما تفتح الهوم بتاعك هتلاقي الفيد عندك مليان نصايح ووظائف وكورسات ومؤتمرات واخبار عن الطب، فعشان كده حاول تضيف ناس ليها علاقه بالكارير بتاعك، خصوصا الاتش ار بتوع الشركات اللي انت منشن عليها. بس كده، وابدا راقب في صمت وتنطط بين البروفايلات وشوف الناس اللي شغاله في الفيلد بتاعك في الشركات المالتي ناشونالز اللي ان شاء الله هتكون وسطيهم في يوم من الايام. الناس دول واخدين كورسات ايه، عاملوا بروجكتس زي ايه، ايه السكيلز اللي عندهم، ايه الشهادات اللي معاهم. ممكن كمان تسالهم على اي معلومه انت عاوزها، المهم انك دايما تكون ماشي على هدى وتكون عارف كويس انت بتعمل ايه. انا كده خلصت الرساله عندي، وهنكمل مع بعض اخر بوينت في الدرس ده عشان نكون خلصنا النهارده ان شاء الله. اخر بوينت معانا الاختلاف بين الامبيدد سوفت وير والجنرال بيربز سوفت وير. عرفنا ان في جنرال بيربز كمبيوترز، دي اللي هي الكمبيوترز اللي عندنا في البيت واللابتوبز، وفي برضو امبيدد كمبيوترز زي اللي في الغسالات والتكييفات والعربيات والطيارات والروبوتات بكل انواعها. وعشان كده في جنرال بيربز سوفت وير ده اللي بيشتغل على الكمبيوترز بتاعتنا، وفي برضو امبيدد سوفت وير وده اللي بيشتغل على الامبيدد كمبيوترز. الجنرال بيربز سوفت وير ده زي مثلا الفوتوشوب، الوورد، الاكسل، فايرفوكس، جوجل كروم، وكل الجيمز طبعا.
كل ده يعتبر جنرال بيربز سوفت وير، واللي عمل الاوبريتنج سيستم بتاع الجنرال بيربز كمبيوتر ما يعرفش اليوزر اللي هو انت. ممكن تفتح لعبه، ولا ممكن تفتح اغنيه، ولا ممكن تفتح اتنين مع بعض، ولا تفتح وورد ولا فوتوشوب او وات ايفر. اما الامبيدد سوفت وير اللي بعض الناس بيسموه فيرموير، مقطع فيرم ده جاي من كلمه ثابت، وده عشان طبيعه السوفت وير نفسه، زي مثلا السوفت وير بتاع الغساله او المايكروويف، او زي الروبوت ده مثلا. الروبوت ده اسمه لاين فولور، بيمشي على الخط الاسود ده ويفضل دايما يمشي وراه. لو ديفلوبر كتب كود للروبوت ده عشان يمشي على الخط، فونس انك انت دوست على زرار الباور بتاع الروبوت، فالروبوت مش هيعمل اي وظيفه تانية غير ان هو يمشي على الخط فقط. ده طبعا بعكس الكمبيوتر اللي ممكن تفتحه عشان تفتح لعبه او اغنيه او وورد او وات ايفر. وده السبب اللي بيخلي بعض الناس تسميه فيرموير، لانه بيتحط في مكنه او بيتحط في روبوت والوظيفه بتاعته مش بتتغير. طبعا في اختلافات تانية كتير بين الجنرال بيربز سوفت وير والامبيدد سوفت وير، والكلام في الموضوع ده هيطول. انا بس حبيت اكتفي بالمثال ده، وهنختم كلامنا ان شاء الله بالبوينت دي: فيلير ان سوفت وير فيرسز فيرموير، الاخطاء في السوفت وير مقارنه بالاخطاء في الفيرموير. السوفت وير العادي، وليكن مثلا زي الفوتوشوب او النوت باد او اي ابلكيشن انت شغال عليه، اي خطا في السوفت وير اللي انت شغال عليه على الكمبيوتر بتاعك ممكن يخليه يدي لك نوت ريسبوندنج وما يرضاش يتحرك، وتظهر لك في الاخر خالص الشاشه دي، وتضطر تعمل كلوز للبروجرام، او ما يرضاش يعمل كده اصلا، فتضطر تدوس كنترول الت ديليت وتفتح تاسك مانجر وبعدين تعمل له اند. فرضا مثلا في اقصى الحالات دوست كنترول ديليت ومرضيش يعمل، مرضيش يفتح تاسك مانجر، خلاص هتدوس على زرار الستارت، هتطفي الكمبيوتر وهتولع تاني وهيشتغل كده، المشكله النسبيه اتحلت. ده في السوفت وير. لكن في الفيرموير للاسف احنا مش بتكون عندنا رفاهيه ان احنا ندوس كنترول الت ديليت او نعمل ريستارت للسيستم عشان يشتغل من تاني. سنه 1996 تم اطلاق صاروخ اسمه اريان 5، وده فيديو من لحظه الاقلاع. الصاروخ كان طالع عادي خالص في امان الله زي اي صاروخ في الدنيا، بعد 37 ثانيه فقط من لحظه الاقلاع، تعب 10 سنين من التطوير المتواصل واكثر من 7 مليار دولار، اتحولوا في لحظه الى شويه رماد في الهواء. الشاهد في الامر ان الخطا في الفيرموير كان سطر كود واحد فقط، كان بيعمل كونفرجن للفاريبل بتاع السرعه من فلوتنج بوينت 64 بت الى unsigned int 16 بت. للاسف القيمه كانت اكبر من الكاباسيتي بتاعه الفاريبل دوا، فحصل اوفر فلو، فما تمتش عمليه الكونفرجن بشكل صحيح، فالفاريبل بتاع السرعه اصبحت فيه قيمه غريبه، فالكنترول سيستم اللي بيعمل جايدنس للصاروخ بدا يهيئ ليه ان هو ماشي بسرعه اعلى من اللازم، فبدا يبطئ حبه وبدا يطلع عن المسار بتاعه، وكانت الماساه. خطا واحد بسيط في الفيرموير هو كل ما يكفي عشان نعرض فلوس او حياه الناس للخطر. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهارده. اعتذر على الاطاله، غصب عني اضطريت اطول في الدرس ده والدرس اللي وراه. كل التوتوريالز اللي بعد اول اتنين دول هيكون اقصر من كده بكتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.